ولا المكيس. لا ما عليك والله يسلمك. الله يرضى عليك. 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 السلام عليكم، كيف نتوما؟ مزيانين بخير؟ نتمنى من الله تكونوا مزيانين، الصحه ديالكم مزيانه، وفي هذه اللحظه اللي نتوما كتشوفوا فيها الفيديو يكونوا الامور ديالكم مزيانه ويعطيكم ربي ما كتمنوا بخاطركم. البنات بغيت نقول لكم عملتكم هذه المقدمه دابا حيت هذا الفيديو اللي غنزل لكم دابا سبق لي صورته شحال هذه في العيد الصغير ملي كنت طلعت من الجبل صورته وما كتبش ينزلو حيت كانت عندي شي لا لي وعندي مونطي يعني كان خصو غير ينزل وما نزلتوش. قلت علاش لا نعمل لكم مقدمه دابا وان شاء الله يا ربي وتشوفوا معايا الفيديو مزيون و فيديو ديال الوداع اللي حتى شي واحد ما كيبغيه الصراحه. فيديو مزيون، عملت لكم جوله في الدار اللي فين تزاد با وداكشي، وعملت لكم ديك النهار داك هذاك النهار نيت فيه كلشي. فيديو فرحت فيه وبكيت فيه بجوج الحاجات. كنتمنى من كل قلبي انه يعجبكم صراحه. ما كنتش غنزلو وفي الاخر قلت علاش لي ما نزلوش، هو مونطي يعني معدل خصو غير ينزل. المهم البنات كنتمنى من كل قلبي ان الفيديو يعجبكم. وشنو نقول لكم؟ ولا مرة نقول لكم سمحوا لي كنغبر لكم بزاف، ولكن والله العظيم والله العظيم ما كنسالي شي مره، سيرتو دابا الصيفيه كتكون الخدمه بزاف ما كيكونش عندي الوقت مره انني نعمل فيديوهات ولا شي حاجه. بعد ما كيكون عندي بزاف الحاجات مزيونين خاصهم كيتستاهلوا انهم يتصوروا، ومع الوقت ما كاينش ما كنصوروهمش. بغيت نسقسيكم عاوتاني، انا دابا مثلا كنجيب لكم من شيئين ماشي، اذا بغيتو وكنتو مهتمين نبقى غير ما فيما توصلني شي كوموند نكومونديها نبارطاجيها معاكم، حيت انا ما كنتاخرش عليه اللي كنتاخر حتى البنات، وهيدا نعطيكم افكار على شين وفهمتوا زعما اذا بغيتو نتوما تكومونديو الحاجه تكونوا عارفينها يعني واش مزيونه ولا ماشي مزيونه، واش كتجي كبيره ولا كتجي صغيره، حيت كنطيحوا بزاف هاد المشاكل هادو يعني الواحد خصو ضروري. المهم اذا بغيتو وانتم مهتمين ديك الساعه تخليوها لي في الكومونتيرات. وبغيت نقول لكم شكرا بزاف للناس اللي كيكونوا كيدوزوا عندي الانستغرام وكيبقاو يسقسيو فيا وكنهضروا هيدا مع بعضيتنا، حيت اليوتيوب ما كنكونش فيه بزاف، انستغرام اللي كنكون حاضره فيه بزاف. المهم البنات نخليكم مع الفيديو، كنتمنى من كل قلبي يعجبكم. يلا دوزوا نشوفوا. نقول لكم لحظه الوداع اللي حتى شي واحد ما كيبغيها. بغيت نقول لكم البنات ما تنساونيش ملي لايك وسبسكرايب تشاركوا في القناه باش هيدا ان شاء الله يربي القناه ديالنا تكبر، وكومونتيرات اللي هما مزيونين اللي كيحفزوني بزاف وكنفرح ملي كنقرا كومونتيرات ديالكم. هنايا البنات بغيت نعمل لكم جوله في الدار القديمه ديال جدي فين تزاد با، المهم با وعماماتي هنا تزادوا في الدار هذه كيف ما كتشوفوا تبارك الله فيها بيوت بزاف مبنيه بالطين يعني مبنيه بالتراب. هي ما بقيناش ساكنين فيها، ما بقى حتى شي واحد ساكن فيها، ولكن قلت نعمل لكم فيها دويره مره اخرى باش كنت طلعت من الجبل قلت لكم عن نعمل لكم فيها دويره، وما كانش ملي طلعت جبرتها مشدوده ما كانش عندي الساروت وعقست نمشي ثاني الدار عاوتاني نرجع، وكنت اجلتها هذه المره ملي جيت قلت ضروري نعمل لكم فيها دويره تشوفوها كيفاش عامله. يا حصر على هاد الدار عندي يعني فيها ذكريات مزيونين بزاف، شحال تجمعنا فيها وتلقاو فيها السوابع وبزاف الحاجات مزيونين. راسي البنات اليوم مسافره ما سخيتش عزيزه وخوتي وبا وماما، صراحه صعيبه والله العظيم انها صعيبه. هذا هو النهار الاخراني، خليكم معي.
ربي يا الله بسلامه. سلام عليك. سلامة سلامة باك يا خوي مورايا الماء في تركيا. سلام عليكم. مسكينة كاع مسخات بينا ماشي معنا حتى الطوموبيل. الله يسمح لنا من الوالدين يا ربي. ماليطا ما بغاتش يتمشى. صافي هنايا البنات خليناهم كيغسلوا الطوموبيله حيتاش نتوما جات جات اللي فيها الغبره بزاف يعني ما كاينش الكودرون كاين غير بيستا كيغسلوها. وحنا جينا لهنايا لهاد السوبر مارشي نديو شي حاجه نديبانيو بها. مشينا لواحد مطعم بحكم ان كان العيد كنت تقريبا كلشي باقي مجدود عنده غير الحوت ما كيعملش امبورتي وحنا كان خاصنا نمشيو دغيا بحكم خي عايز بقى خدام انا عايز بقى خدامه يعني ما كاينش الوقت. ايوا شنو نقول لكم هذا هو على فيديو اليوم. ما سخيتش والله العظيم سبحان الله العظيم العائله كتبقى هي العائله شكون ما جا في الحياه ديالك وشكون ما بغى يكون هذا الانسان عزيز عليك يبقاو دائما الوالدين والخوت هما في المرتبه الاولى الله يخطيهم علينا يا ربي يا الحبيب. واللي عنده الوالدين ديالو باقين في الحياه الله يخليهم له واللي ميتين الله يرحمهم يجعلهم في الفردوس الاعلى. العائله حتى شي حاجه ما كتعوضها شكون ما بغى يجي في حياتك شكون ما بغى يكون هذا الشخص كتبقى العائله هي العائله رغم يعني كيكونوا مشاكل وكيكونوا بزاف الحاجات اللي هما كيجيو في الطريق ولكن سبحان الله العظيم دائما يعني الواحد مني يعني الواحد من كيكون معصب اولا كيكون في تلك اللحظات الغضب يعني كيقول اه علاش انا عندي خوتي بحال هكا علاش انا عائلتي ما كيتعاملوش معايا مزيان. ولكن سبحان الله العظيم كدوز غير ديك الفتره هذيك هذيك الوقت اللي هو صغير دغيا سبحان الله العظيم واحد كينسى دغيا كيفوتو دغيا كي الحمد لله يا ربي. والله انا بالنسبه لي هذه نعمه الوالدين نعمه من عند الله اللي خاطيهم علينا يا ربي والله يقدرنا يا ربي باش نحقق لهم ديك الشيء ولو غير شويه من ديك الشيء اللي عملوا معنا هما واخا واحد الجزء صغير.
عرفتي البنات ان شاء الله وصلت مسالية من ديك الدقة، الحمد لله وصلت بخير وعلى خير. قلت نقول لكم انا وصلت باش نشوط لا فيديو باش ننزل لكم ان شاء الله اليوم. عرفتي البنات ولفت دار عمرة وجاو العائلة والناس بزاف، دابا دخلت بوحديتي صراحة صعيبة، جاتني بكية والله العظيم جاتني بكية، ما كاينش صراحة فحال عائلة ولا مد العائلة. عرفتي واش طلعت في الدروش مع ساكنة في الرابعة، طلعت الدروش كاملة قلبي وماليطة وسطك ثقيل قلب ديالي عيسكت. المهم البنات شكرا بزاف 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 بزاف، عم قديما نقول لكم شكرا حيتاش بصح واخا نقول لكم شكرا بزاف د المرات ما نقدرش نوصل لكم على لي لايك اللي كتخليو لي وعلى على الكومونتيرات ديالكم اللي هما مزيونين بزاف وكيحفزوني وكيخليوني كل مره نعطي ما احسن، كل مره نحاول ما امكن نحاول على قدر الامكان انني نعطيكم شي حاجه اللي هي مزيونه، والله يجعلني نكون على حسن الظن ديالكم. شكرا بزاف والسلام عليكم.